خالص القصة بتبقى مع المخرج، كويس؟ ابتدي يقعد مع المصمم، يبتدوا يتكلموا في كل تفاصيل العرض، ايه الجو بتاع العرض اللي هو عاوزه على حسب القصة مين مكتوبة. الوجه العروسة الأصلي إن هي بتبدأ إيه كفكرة، بتبدأ إيه فكرة وليدة المؤلف، بيكتب سكريبت معين للمخرج يقتنع بيه، فبيبدأ يديله مصمم، المصمم ده يعتبر إيه الأب الشرعي للعروسة. بعد ما بيخلص التصميم على الورق ويتلون، يبتدي مرحلة التنفيذ. مرحلة التنفيذ دي حاجتين، جزء ديكور وجزء عرايس. في خواط بياخد التصميم ده وبيحوله بيدور الخشب للتدوير، بعد كده هو بيبدأ تطلع هنا في الاتيليه وبتبدأ يبني جسم العروسة. بعد لما الخشب بيتخرج بتاع العروسة المارونيت في الورشة تحت المخرطة، يبتدي يطلع هنا في قسم الميكانيزم في القسم اللي جنبنا. المرحلة الثانية بيجي الميكانيزم بياخد الجسم بيبدأ ينفذه ويجمعه، بيجمعه على حسب التشريح أو حسب الضرورة بتاعت الحركية للعروسة. نفس مجموعة الأزياء دي بتبتدي برضو تعمل الشعر بتاع العروسة، برضو حسب ما هي موجودة في التصميم بتاعها، تبتدي الشعر يتعمل، إذا كان في إكسسوارات بتتعمل، إذا كان ليها حاجة لابسها في رجلها بتتعمل، برضو حسب الجو اللي اختاره المصمم مع المخرج. زي العروسة دي بتبقى بنا، مرحلة بنا العروسة ماشي، صدر وسط حوض وفي منفصلات بينهم، وفي دوت ركبة معمولة بطريقة النقر واللسان، بتبقى في مفصل الكف، في مفصلة هنا للكوع، مفصل الكتف ماشي، هو محتاج الحركة دي كاملة. مفترض ان العروسة تتعمل من خشب خفيف جدا، الخشب دوت يقدر يتحمل يعني خفيف عشان التصنيع. بالنسبة للوقت او الاوردر اللي انا باخده لتصميم العروسة او الديكور، ده بيتوقف على حسب العرض، حجم العرض قد ايه، حجم العرايس قد ايه، حجم الديكور قد ايه. كنت تتفرجي على العرض كل عروسة تحسي انها كائن حي، دلوقتي تتفرجي على العرايس لو في شخص كويس، لو غاب تعرفي ان هو غاب، تلاقي العروسة بتاعتها زي الميتة كأنها خشب. لكن الاول كنت تتفرجي على العرض، يعني مثلا انا شفت الليلة الكبيرة في التسعينات وبشوفها دلوقتي شتان في الحركة.